السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي وعزيزاتي، مع حضراتكم دكتور بهاء الهواني أستاذ استشاري مخ وأعصاب الأطفال. أنا طالع أكلم حضراتكم النهاردة عن حالة جاتني في العيادة برضو. الطفل كان سنه سنتين، والطفل ده كان متأخر في النمو الحركي، يعني هو لغاية دلوقتي ما مشيش، لغاية دلوقتي ما قعدش، لغاية دلوقتي ما بيحكوش. أول حاجة دكتور الأطفال بليز، يعني أهم حاجة إنه لازم يعرف حاجة اسمها المراحل الطبيعية للنمو الحركي، وإمتى يقلق وإمتى يحول الحالة. أول حاجة الطفل الطبيعي يثبت رأسه عند 3 شهور، نمرة 2 إنه يقعد مسنود عند 6 شهور، التاني حاجة بيقعد وحده عند 7 شهور، عند سنة بيمشي مسنود، سنة وشهر يبدأ يمشي لوحده، عند سنة ونص إلى سنتين يطلع السلم، من عند سنتين إلى سنتين ونص ما يقدر ينزل السلم. طيب دي مراحل النمو، إذا ما تأخر ابني على هذه المراحل فترة معينة أنا لازم يا إما أنا أشوف السبب إيه. أخوانا نقص الكالسيوم مش هو السبب والله، نقص الكالسيوم مينز إن العيان ده أصبح حضرتك عنده ريكتس. لو هو عنده ريكتس خير وبركة، يو هاف تو يعني فيريفاي إنه عنده ريكتس ولا لأ، أو تبدأ تعالجه. ما عندوش يبقى نقص الكالسيوم ما هواش السبب. نقص الكالسيوم بيمثل نسبة قليلة جدا من حالات تأخر النمو الحركي في الأطفال، رجاء بلاش نلزق نقص الكالسيوم ده في كل حاجة. ابننا ده راح لدكتور زميل واكتر من حد وقالوا له نقص كالسيوم، بدأ يقولوا له دواء شرب وفيتامين د، وبعدين بدأ يديله حقن والطفل ما اتحسن. الطفل لما جاني قلت الطفل ده خلنا يعني هي اس مايكرو كيفاليك، يعني عنده يعني حجم راسه صغير جدا، قسط محيط راسه، هيد محيط راسه حوالي 44 سم. ودي نقطة يعني بيقع فيها كتير من زمايلي دكاترة الأطفال، إنه يعني ما بينسى إن هو يقيس محيط الرأس. محيط الرأس الهيد سيركمفرنس مهم جدا يا اخوانا، والتوازن الطبيعية او القياسات الطبيعية انه عند الولادة يبقى حوالي 35 سنتي، عند 6 اشهر يبقى من 42 ل 44، عند سنة يبقى حوالي 47، سنتين من 48 ل 49، 3 سنين 50 الى 51، وبعد كده يبدأ يزيد ببطء. تمام؟ فلو انت حضرتك قست راس الطفل ده وما كنتش هتتأخر في تحويله أبدا أبدا، وعندك يعني ريفرنس أو عندك معلومة إيه القياسات الطبيعية للطفل اللي هو في أول سنة أو أول سنتين. طبعا بعدين الطفل ده عملنا له MRI وعملنا له بعض الفحوصات وطلع حاجة باثولوجيكال، حاجة يعني مشكلة كبيرة ومحتاجة علاج. التأخر في التحويل هل يضر الطفل؟ الإجابة طبعا أكيد بيضر الطفل، نتيجة أن الطفل كل ما بيتحول بدري، كل ما بيتحسن بدري، كل ما بيتشخص بدري، كل ما بياخد الريزلتس بتاعه بشكل كويس جدا جدا. رجاء لزمايلي دكاترة الأطفال ياريت مهتم بقياس محيط الرأس ده زيه زي ما أنا نشوف الريسبيرات ريت والهارت ريت، ونهتم بيه وأبقى عارف النورمال هيد سيركمفرنس فور ذا ايج، وإمتى أبدأ أحول هذا الطفل. دكتور في صحة وعافية، ولو أي حد عنده أي استفسارات يبعث لي على الواتس أو على الصفحة. أهلا بيه، شكرا جزيلا والسلام عليكم.